صوص الثوم، زيت، ثوم مفروم، دقيق، ملح وفلفل، توابل ايطالي، جبنه بارميجان مبشوره وكريمه. على النار، زيت، ثوم، ملح وفلفل، بهارات ايطالي، دقيق ابيض، ومش عايزه التوم يغير لونه خالص، انا عايزاه يا دوبك ريحته تطلع. اقوم نازله بالكريمه وممكن لبن واقلب. واقلب كويس قوي قوي لحد ما اوصل لقوام الصوص اللي هو لا قوام بشاميل ولا قوام الكريمه، اتقل سنه من الكريمه واخف سنه من البشاميل. وكب كيك عشان حبيبتي اللي سالتنا عليه، وفي الاخر اقوم منزله لهم شويه الايه البارميجان. ينفع اي جبنه تانية؟ اه ينفع، ممكن تحطوا موتزاريلا، ممكن تحطوا رومي، ممكن تحطوا فلامنكا او تشادر، زي ما انتوا عايزين. وادي الصوص كمان خلص، بصوا الصوص وجماله، وبصوا المطه، وبصوا القوام اللي احنا عايزين نوصله اهو، شايفين؟ لذيذ جداً.